أستاذ يحيى، ما الذي حدث هنا؟ ما حدث هو جريمة حرب ارتكبها هذا الاحتلال الإسرائيلي المسخ، استهداف للمدنيين الآمنين، عشرات الأطفال، عشرات النساء، استهداف للمدنيين، بيوت آمنة، ترويع للأهالي، وقصف مباشر بدون سابق إنذار. هذه جريمة حرب تنزل لها كل الإنسانية. ما يحدث هو فوق كل قوانين الإنسانية وكل هذا حرب إبادة للشعب الفلسطيني تمارس. أثناء القصف يعني ما حدثنا عن أنت في البيت، أبنائك، عائلتك، أفراد أسرتك، ماذا فعلتم؟ يعني شعور لا وصف لا حدا يعني في المنطقة، يعني في هذا يعني لا أحد يعني لا أحد في المنطقة يقدر أن يصف هذا الشعور. ضرب اللي هو بسابق إنذار، لم يعرف أي اتجاه القصف. إيش صار يعني؟ إيش صار في أولادك؟ في إصابات؟ يعني إيش عملت؟ كيف خليتهم؟ أنا كنت خارج المنزل، يعني كنت خارج المنزل، كله أصاب الرعب والهلع الأهالي والسكان. نعم شكرا. يعني هذه رواية من الروايات التي يعني يتحدث عنها المواطنين، يتحدثوا جميعهم يعني عن مشاهد رعب ومشاهد خوف ومشاهد هلع، وحقا يعني لهم يعني حجم الدمار المهول وحجم الكارثة وحجم الدمار الكبير يعني واضح للعيان، وواضح أن حجم القنابل التي ألقيت على هذه المنطقة هي قنابل يعني تحمل مئات من أطنان المتفجرات التي أدت إلى هذا التدمير في المنازل الثلاثة، وأيضا عدد كبير آخر من المنازل الذي لحق بها أضرار كبيرة وربما يعني غير صالحة للسكن، كهذه البناية التي في الصورة أمامكم. هذه البناية يعني كما فهمنا من الدفاع المدني هي سوف يتم إزالتها لأنها لا تصلح للسكن، وتم إخلاء جميع سكانها. أيضا معنا أحد المواطنين الذين يقطنون هذه المنطقة ويحدثنا عن يعني الساعات الدقائق الأولى لعملية القصف. نتعرف عليك في الأول. عبد الباسط لافي. أستاذ عبد الباسط، يعني عندما وقع القصف هنا في هذه المنطقة أين كنت؟ حدثنا ماذا فعلت؟ أي يعني حالة الهلع والخوف التي يعني مررتم بها؟ كنا مروحين من صلاة العشاء وعلى باب الصيدلية أثناء مروري إلى المنزل المذكور قدام، فبتخرف أنا وأولادي بقولهم يلا يابا خلص قوموا هيك الطيران دب الدنيا خلينا نروح نروح نخش في البيت، إلا القصف بصير دون سابق إنذار، وطبعا قاطع الكهرب كان، وحالة الهلع الموجودة كانت بين الأطفال والصراخ والنسوان والولادة، إلا أنه صواريخ يعني أربع صواريخ متواصلة تم القصف زي ما انتم شايفين. ايش يعني المشاهدات الاولى لك؟ يعني الناس كانوا مصابين يعني في الشوارع، في الشوارع مرميين، الناس في الشوارع مرميين والجثث تحت الانقاض، وهالي يعني يرثى لها الحمد لله رب العالمين.